جونول، أنا خلصت شغلي وبدي روح. رح مر على البيت وإجي ماشي؟ أنت رح تروح على البيت؟ أي والله، عطيت وعد للولاد، هن ترجوني كتير مشان كون موجود معهم. بتعرفي اليوم عيد الأم وما حبيت أني أكسر بخاطرهم. إيه أكيد معك حق، روح على البيت ووصل سلامي للولاد. ماشي وصل، بشوفك. شوفك. جونول؟ خير؟ خير؟ شو صار لك؟ آه رجلي، رجلي التوت. بسيطة، تعالي مسكي فيني. يلا مهلك. ماشي شوي ماشي شوي، أنا كتير عم بتوجع. طيب امشي على مهلك جونول. يا ربي على هالحظ، كيف التوت رجلي؟ خلص تعي يا ربي دخيلك، ليش عادي هيك؟ نشوف. تاني مرة بيصير فيه هيك بفترة قصيرة. أورهان ما بتتخيل الوجع اللي عم حس فيه. مدي رجلك، مديها. كتير عم بتوجع. اصبري رح اجيب لك تلج، منحط تلج مشان ما تورم. انا كتير موجوعة، بترجاك الحقني. منيح انك هون أورهان. ولسه رح تستني كتير شي نقول، بتشوفي. ها. يلا ليكني اجيت. يا ربي دخيلك ساعدني، ما فيني اتحمل. عم تتوجعي؟ كتير كتير. يا ربي على هالشغلة، منروح على المشفى قولول؟ ما بعرف، خلينا نستنى إذا ورمت أكتر من روح. أوف. أي يا ربي. مساء الخير يا بنات. مساء النور. كيف كان الدرس؟ تعبوك طلابك شي؟ لا كان منيح، بس ما كان في معهم مصاري قال بيدفعوا لي بعدين. عن جد؟ أنا خجلت أحكي شي. معك حق، ما في شي نساوي، منستنى. بس كأنه عم شم ريحة حلوة، شو هي؟ رز بحليب. رز بحليب؟ بالضبط. أمل طلبته لأنه اليوم عيد الأم. نحنا كان في عنا شوية رز، وبعدين رحت على البقالية وجبت حليب بالدين وساويتها. كتير منيح، شكرا. ريحة الرز بحليب بتذكرني بأمي. وأنا مثلك، هالريحة بتذكرني بأمي. أمي عن جد ريحة الرز بحليب كتير حلوة، لازم يساوي منه عطر خاص. المرحومة أمي كانت تساوي رز بحليب كتير طيب، وأنا تعلمت الطريقة منها. أكيد المرحومة ستي كانت شاطرة، بس إذا ساوي مسابقة بالرز بحليب أنت رح تفوزي. تسلم لي بنتي اللي لسانها بنقط عسل، الله يخلي لي إياكي وما يحرمني منك حبيبة قلبي. تسلمي لي. وأنا يا لطيف، تعالوا شوفوا هالفصعونة. يا عيوني، وانتي كمان احلى بنت بالدنيا بالنسبة لي. تسلموا لي لقلبي، وما بطلب من رب العالمين غير انه يحمي لي اياكم وشوفكم مبسوطين. يا روح قلبي، بناتي الحلوين. يا عيني، بعتونا على البقالية منشان يتعانقوا بغيابنا، شفت بابا؟ ايه اجا الغيور. ايه شو بدنا نساوي؟ ونحنا خلينا نتعانق ابني. تعال بابا، ورح نادي لاخي يجي كمان. اخي. تعالوا تعالوا، ايدي بكفوا لحتى الفكم كلياتكم. يلا تعالوا. ايه ماشي رح اجي. يا عيني سلطانة خديجة، الله يسلم ايديكي، سويتي لنا رز بحليب. رز بحليب. لا عمر، استنى لحتى يبرد، منهوي عليه شوي مشان يبرد. انا رح انفخ كمان. انفخي. نفوخ بقوة ليبرد بسرعة مشان ناكل. عن جد هالولاد مجانين، ما فيهم يستنوا. هديك كانت آخر مرة. بتتذكري كيف أكلنا رز بحليب؟ بتذكر.
نحن خسرناهم بعد يومين مو هيك؟ بالضبط. أختي، أمي كانت عاملة رز بحليب ضل منا؟ يلا رح شوف لك. بقيان صحن واحد. مظبوط، طيبة كتير. كل عام وانت بخير امي. كل عام وانت بخير يا احلى ام. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.